نعم، نذهب مباشرة إلى الخبر التالي، وفيه عضو بمجلس السيادة يكشف تفاصيل تمديد اتفاق جوبا حتى فبراير 2020. وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى 15 من فبراير 2020، وأعلنت لجنة الوساطة المشرفة على مفاوضات السلام السودانية المنعقدة في جوبا عاصمة الجنوب أن التمديد جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس. ووقع على الاتفاقية عن حكومة السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، فيما وقع على الجبهة الثورية مالك عقار رئيس حركة تحرير السودان الشمال جناح عقار، إضافة إلى عدد من قادة وأعضاء الحركات المسلحة وجبهة الشرق وكوش. يعني تابعنا نحن خلال الأيام الفاتت المفاوضات اللي بتجري في جوبا، ولعل المتابعين الآن يعلم أن هذه الجولة كان حدد لها 21 نوفمبر الماضي. نعم. ولأنه ما توصلت الوساطة إلى صيغ ممكن تجمع الأطراف أجلت إلى 10 ديسمبر، وبدأت يوم 10 ديسمبر. وتابعنا نحن من جوبا الحضور على مستوى الصف الثاني في قيادات الجبهة الثورية، يعني مناوي ما وصل والحلو ما وصل، كلهم رسلوا ممثلين عنهم، وعبد العزيز عبد الواحد نور بعيد عن الساحة تماما ورافض جملة وتفصيلة، وحتى الجبهة الثورية نفسها مع قوى إعلان الحرية والتغيير كان عندها موقف واضح جدا أنه قوى إعلان الحرية والتغيير القادمة إلى جوبا الوفد بتاعه ما يكون جزء من المفاوضات، لكن ممكن يكون مناغم باعتبار أنه هم كجبهة ثورية عندهم ملفات محددة مع المجلس السيادي ومع الحكومة. أنا أفتكر الأجواء دي كلها ما أجواء مناسبة لأنه الناس تصل إلى اتفاق، لذلك أنا في تقدير التأجيل ومد الفترة إعلان جوبا إلى فبراير هو أمر طبيعي جدا، لأنه التباينات ما زالت كبيرة جدا والثغرات ما زالت. كم من الفترة الزمنية نحتاج يعني حتى نصل إلى تفاهمات ونصل إلى سلام شامل لكل السودان؟ والله يا أخ حسام أصلا ما في ميقات زمني، في حاجة اسمها التنازلات وقبول الآخر. إن حدثت هذه التنازلات من الطرفين عشان يصلوا إلى صيغة يعني وسطى من أجل الوطن ممكن نحن بكرة نصل لهذا الاتفاق، وإن لم تتم هذه التنازلات وأصبحت السقوفات العالية جدا هي ما يميز هذه المفاوضات لن نصل إلى أي صيغة بتاع التوافق، لأن المسألة دي ما جديدة. نحن بنتكلم عن النظام السابق عقد له 14 جولة مع قطاع الشمال رسمية وأربع جولات غير رسمية 18 جولة، ولما ذهب النظام السابق ما توصل إلى أي اتفاق. ليه؟ لأن السقوفات بتكون عالية جدا. الآن الجبهة الثورية بتتكلم عن تأخير وتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاء إلى حين الوصول إلى اتفاق، وما معروف يصل 200، والبلد محتاجة لإدارة زي دي. يعني هياكل الحكومة الانتقالية أنت لا يمكن أن تحكم عليها بأنها فشلت أو نجحت أو أدت مهام من لا ما لم تكتمل هياكلها نفسها. الليلة تكون المجلس السيادي مناصفة وتكونت الجهاز التنفيذي، لكن عندنا الولايات حتى الآن وعندنا المجلس التشريعي، ودي الجهازين مهمين جدا عشان الحكومة الانتقالية تقدر تأدي دورها. لو الحكومة الانتقالية الآن انتظرت مفاوضات السلام اللي بتجري مع الجبهة الثورية أنا أفتكر حتبطي بأشياء كثيرة جدا مفروض تؤدى خلال تلك الفترة. المطلوب الآن الحكومة الانتقالية تشوف لها صيغة أنها تشكل أجهزتها، وبعد ذلك يكون عندها مساحة ومرونة إنه متى ما توصلوا إلى اتفاق ممكن أن يدخلوا داخل هذه الأجهزة. نعم.